بدوره أشاد الفريق طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بالروح الوطنية لأبناء البحرين الذين تقدموا للتطوع لمكافحة انتشار الفيروس، كما أكد أنه تقرر منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة ومنع التجمعات في السواحل العامة والمنتزهات. يعني أثبت أبناء البحرين وطنيتهم العالية وتحملوا المسؤولية، حيث بلغ عدد المتقدمين للتطوع أكثر من 30,000 لحد اليوم، وتم تقسيمهم إلى مجموعات، منهم طبعا تم تخصيص تقريبا 10,000 متطوع للمهام الميدانية، وتم اليوم من خلال الدفاع المدني تقسيم هؤلاء إلى مجموعات، سيتم إن شاء الله تدريبهم وتكليفهم بمهام في مناطق سكنهم وفي يعني في الأحياء وفي مجتمعاتهم للعمل على القيام بمهام التطهير والتعقيم والحماية. عمليات التطهير والتعقيم مستمرة تحافظ بشكل كبير على احتواء ومنع انتشار هذا الفيروس، وهذا أمر احنا يعني نراهن عليه، وخصوصا في وجود المتطوعين اللي ذكرناهم. الحقيقة هذه استغل هذه الفرصة لأشكر جميع من تطوع وجميع من تقدم للتطوع، هم اليوم بمبادرتهم وعطائهم وحبهم للبحرين قدموا أجمل صور التفاني الحقيقة من أجل الوطن. زيارة في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حماية المجتمع، فقد تقرر اليوم منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة، وهو أمر حقيقة يهدف إلى تحقيق التباعد الاجتماعي مثل ما ذكر، وكذلك يعني بغية تسطيح المنحنى اللي كنا نتكلم عنه، نحن يعني نمر في منحنى نحاول قدر الإمكان تسطيحه من خلال منع أو خلنا نقول مكافحة سرعة انتشار هذا الوباء. طبعا هناك إجراءات قانونية سوف تطبق في حال مخالفة هذه القرارات أو قرارات منع التجمع لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة، وهناك قوانين تنظم هذا الأمر وسيتم تطبيقها في حالة المخالفات. كذلك تقرر منع التجمعات طبعا مثل ما يعني ذكر في المنتزهات والسواحل العامة، فنرجو أن لا تكون هناك تجمعات في هذه السواحل والمنتزهات العامة على أساس أن احنا مثل ما قلنا نحد من انتشار هذا الوباء.